منين؟ من المغرب. منين؟ من حته يعني. من ذاك من سيد عابد. طيب ولادك اسمهم ايه؟ ها؟ ابنك اسمه ايه؟ ابنك ولاد عدي عمار وعدي زكريا. طيب وانت عارف مين مطلعك من المغرب؟ ها؟ مين الشركه اللي مطلعاك من المغرب؟ من المغرب شركه. ما تعرفش حد؟ انت من الدار البيضاء ولا من الرباط ولا منين؟ لا انا من سيد عابد من جديده. طيب ماشي حد. تعرض حجاج مغاربة لموقف صعب في شارع المدة 5 أيام بعد تخلي شركة مسؤولة عنهم عن مساعدتهم. أظهر فيديو مصور بواسطة شاب مصري للوضع الصعب الذي يواجهه الحجاج، حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية ودون مأوى أو دعم. يظهر الفيديو الحجاج المغاربة وهم يعيشون في ظروف قاسية ومأساوية، متضررين من تجاهل الشركة المسؤولة التي كانت تفترض بأنها ستوفر لهم الدعم والرعاية اللازمة خلال رحلتهم. يبدو أن الحجاج محاصرون في شارع مزدحم بالمرة دون وجود حل لمشكلتهم. هذا الوضع المأساوي يستدعي تدخل السلطات المحلية والجهات المعنية لمساعدة الحجاج المتضررين وضمان سلامتهم.